طيب خليك معانا سيادة النائب، انا هنضم لزميلي ايمن طب مصطفى المراسل الصحفي بجريدة الصباح وشاهد عيان على الواقع. مساء الخير يا ايمن. مساء الخير رشا، مساء الخير عليكم وعلى استاذ منجود. انا طبعا هو عارف صداقتي بيه قد ايه، بس انا هنقول لك ما حدث بالفعل لان انا حضرت بس بعض الواقعه، وهنقول لك ما قالوا لي العميد محمد رمضان مدير امن الجامعه حالا. هو طبعا ممنوع اللي قالوا العميد محمد رمضان، قال لي رساله. انت كنت حاضر يا ايمن الواقعه؟ اللي قالوا العميد، انا حضرت بعض الواقعه وشفت فيديوهات والزملاء الصحفيين حكوا لي. حضرت بعض الواقعه، طب قول لنا ايه المعلومات اللي انت سمعتها؟ هو العميد محمد رمضان قال لي دلوقتي ان البنات اللي هم مشرفي الامن لم يعتدوا على بنت الاستاذ منجود الهواري ولم يتطاولوا عليه. هو الاستاذ منجود كان مندفع وجاي مع بنته، بناء على كلامها له في التليفون هو لم يتاكد من صحه كلامها، كان مندفع ان هو يضرب فرد الامن بدليل ان هو اعتذر للبنت مشرفه الامن في مكتب السيد رئيس الجامعه. لا هو اعتذر لها لان هو قال لي في الحوار دلوقتي اعتذرت لها لان حسيت ان انا عملت حاجه غلط، لكن بنتي اتضربت واستحلت واتبهدلت وفي شريط هو هيستنجد بالنيابه في الجامعه. ما حصلش الكلام ده خالص، ما فيش اي فيديو يثبت. طب بس السؤال للاستاذ ايمن، سؤال للاستاذ ايمن، حصل اي اعتداء عليها نهائي؟ ما فيش اي فيديوهات تثبت كده. والطلبه بتاع الجامعه لما طلع على رسائل التلفزيون موجود، وده خطا كبير جدا طبعا من الطلبه، امن الجامعه تدخل وانقذ الاستاذ موجود من ايدي طلبه كليه خدمه اجتماعيه، يعني كليه خدمه اجتماعيه قريبه من باب الرئيس بتاع الجامعه. فما حدث بعد ذلك ان الاستاذ موجود راح مكتب رئيس الجامعه لاحتواء الموقف وحصل صلح بينهما. طبعا تدخل الاستاذ وزير التعليم العالي ليعيد التحقيق مره اخرى. اما فكره ان بنت الاستاذ موجود اتسحبت او ضربت ما حصلش فكرة. طب خلينا يا ايمن عشان انت ما كنتش موجود، مفيش اي حد من اللي موجودين، شوف انا بقول ما يجب ان يقال، مفيش اي حد روى الروايه الخاصه ببنته؟ يعني هل حد تم يعني تعدى عليها، سحلها، شدها من شعرها، زقها، دفعها على الارض؟ العميد محمد رمضان قال لي بالنص ان هي كان جاي محمد رمضان قال لي بالنص مع بنت خالتها، فما كانش ينفع هي حاولت تتطور ان هي تدخل وقالت ان هي بنت الست اللي موجوده هواري، فما كانش تدخل، فحصل اشتباك تلافظ، التلافظ ده ما كانش بالايد. طيب شكرا لزميلنا ايمن مصطفى. طب ثانيه واحده يا استاذ ايمن، استاذ ايمن، استاذ ايمن، انت الروايه منقوله والروايه سمعيه، تنقلها عن العميد محمد رمضان، العميد محمد رمضان كان موجود اثناء الوقعه؟ العميد محمد رمضان نقل ليه من الامن اللي في الباب وعنده كاميرات فيديو على باب الرئيسي استاذ موجود، مفيش اي طيب يعني هو ناقل الكلام ده من الكاميرات، ناقل الكلام ده من الكاميرات، كاميرات الباب الرئيسي للجامعه وكاميرات. طيب لما نقل الكلام ده وانا بتهمهم ان هم اللي ضربوا بنتي، ليه ما طلعوش الجزء بتاع ضرب بنتي وان بنتي ما اتضربتش ليه؟ طب هو مش موجود اساسا، موجود هيطلعوه ازاي؟ طلع حاجه مش موجود. ازاي ده موجود وده مش موجود؟ ما هو كله قدام باب الجامعه وقدام الكاميرات. ازاي يا استاذ ايمن؟ حضرتك من ساعه ما حضرتك دخلت، طب انا اتصلت على العميد محمد رمضان ما قالكش ان انا اتصلت عليه وقال لي بقى انا جاي لك في خلال نص ساعه؟ دي بقى تفاصيل اخرى انا ماليش علاقه بيها. محمد رمضان, قال لي نص ساعه واجي لك وانا جاي في الطريق بقول له يا فندم يا فندم. طيب خلينا انا عشان استاذ ايمن هو روايته خلاص، زميلنا ايمن مصطفى مراسل الصباح عشان بس تعرف انها واقعه منقوله الفيوم. طيب منقولة. ناخد بقى ايمن اتنقل له، ناخد الاستاذ سعيد واحد شهود العيان اللي شافوا الواقعه بالتفصيل. مساء الخير يا استاذ سعيد. استاذ سعيد مين بقى؟ استاذ سعيد، سعيد برايك يا باشا، معاك يا استاذ محمود. استاذ سعيد برايك، استاذ سعيد مساء الخير. استاذ سعيد برايك، استاذ سعيد برضه اتنقلت له غالبا يعني. لا هو هنساله. موجود، كنت موجود في واقعة يا فندم. كنت موجود يا فندم؟ كنت موجود يا فندم. لا بس موجود من ايه؟ استنى سياده النائب بقى، موجود من امتى يا فندم؟ من ساعه ما حصلت المشاده بنت النائب والطرف الان. يعني ما كنتش موجود لما كانت بنته في بتحاول تدخل؟ لا كنت موجود لما حصلت المشاده بقى والاحتكاك والضرب. طب احكي لنا بالظبط ايه اللي حصل، اتفضل. هي بنت ست النائب كانت داخله الجامعه وكان معاها حد من قرايبها، فطبعا وقفوها على الباب. كارنيه دخلت ليه؟ انا داخله التعليم مفتوح او حاجه زي كده، كانت بتتجدد الكارنيه. فطبعا حصلت مشاده ما اعرفش ليه، انا ما حضرتش الواقع نفسها، هم ايه؟ ما كنت بعيد عن الواقع. بس انا جيت بقى في وقت ما هم بداوا يتطوعوا على بعض، هي بنت الاستاذ موجود ضربتها، راحت هي ردتها بالقلم. لا استنى بقى، ده حضرتك موجود من الاول خالص، من قبل ما سياده النائب يحضر. ايوه من قبل ما يقعد. طيب خدنا بالراحه يا استاذ سعيد. هما يعني كان في رفض ان هي تدخل عشان حكايه ان يعني ان كان معاهم طفل وبعدين سابوا الطفل وبعدين ما كانش معاها كارنيه فاديت البطاقه، فكان في رفض لدخولها. مين ضرب مين بقى؟ انا عايز اعرف دي.
هي بنت الاستاذ موجود ضربتها الاول، راحت يرد لها القلم. ده حضرتك شفته بعينيك يا استاذ سعيد؟ اه شفته. اه ودي شهاده ستحاسب عليها امام الله. شفت انا برد؟ ستحاسب عليها امام الله. ايه اللي حصل بقى؟ واكيد كاميرات الجامعه مصوراها يعني. طيب بالظبط. طبعا بعد كده الاستاذ موجود وصل خبط بعربيه. لا حضرتك بقى يعني بنت استاذ منجود بنت سياده النائب ضربت فرد الامن بالقلم، فالتانيه ردت عليها بالقلم. ردت على القلم بتاعها. طيب بعد كده حصل ايه؟ حصل هرج ومرج، وهي طلعت فهمت زي على جنب كده، وتقريبا عملت تليفون لحد. فبعد كده لقينا سياده النائب طبعا وصل بعربيته داخل على البوابه. قالت له هو شاورت على البنت يعني. هي دي بابا الفن اللي ضربتني. سياده النائب طبعا ده واضح في الفيديو ضربها بالقلم. لا استنى بقى حاج، سياده النائب بيقول قبل ده، قبل ما نشوف الفيديو ده مباشره، هو لما دخل اتكلم مع فرد الامن وقال لها انت ليه عملت كده، فتطاولت عليه ب اربعه، ده ثلاثه قصدي ثلاثه ثلاثه تطاولوا عليه تلاتة. وقالوا له الفاظ صعبه للغايه. كان هدوش حق، ما فيش فرصه ان هو كان يتكلم معاه. هو دخل الكاميرا واضحه جدا يعني، سيب من كلام انا من شاهد عيان، ما الكاميرا واضحه ان سياده النائب متوجه هو وبنته. لا هو بيقول ان الكاميرا حصل فيها مونتاج، لكن انا مهتم ان حضرتك يا استاذ سعيد وهذه شهاده امام الله حضرتك كنت موجود فشايف ايه اللي حصل. لا لا مفيش مونتاج، هو توجه على البنت جايه راكنه العربيه، هو توجه على الثلاث بنات اللي واقفين والكاميرا موضعه كده. بنته قالت له حتى هي بتشاور في الكاميرا بتقول له هي دي البنت. اه الفيديو واضح. اه فراح ضربها بالقلم زي ما شفنا. بعد ما ضرب القلم طبعا حصل هرج ومرج، وجم طلاب الجامعه طبعا شافوا الموقف ده. بداوا يزعقوا، بدا يحتكوا بسياده النائب. جاء الدكتور خالد عطله والعميد محمد رمضان طبعا خدوا سياده النائب. بدا الطلاب يكسروا في العربيه وقلبوا العربيه وخدوا محتويات العربيه. طبعا كان فيها تقريبا لابتوب او فيها حاجات بخصوصيه تخص سياده النائب. طبعا الموضوع ده منظر كان غير مرفوض خالص. جيب بقى الفيديو بتاع العربيه بقى. طيب ها معانا يا فندم، معانا الفيديو. هو حضرتك شايف ان يعني الفيديو ده كويس لصالح حضرتك؟ وقع ما جراش حاجه. هاتوا يا اشرف كله يتحاسب على جريمته. طيب انا بشكر حضرتك يا استاذ سعيد. الاستاذ سعيد اهو بيقول روايه والراجل كان مع احترام الاستاذ سعيد انا عندي اكثر من شاهد. ما انت لو قلت لي جهز شهود كنت جهزت لحضرتك شهود. مع احترامي الشديد لاخويا سعيد. سعيد مش بعيد عني، انا اعرفه كويس يعني. طب انا بس